السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم من هو اللاعب الذي سيلتحق بالخضر في التربصات القادمة إذا وافق بالماضي على شرطه. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف موقع فينيكا فوتبول الجزائري أن مغناش أكليوش وضع شرطا من أجل الالتحاق بصفوف الخضر خلال الفترة القادمة. وأكد ذات الموقع أن أكليوش قرر مساومة الناخب الوطني جمال بلماضي قبل تمثيل الخضر واللعب لصالح المنتخب الأول مباشرة. وأضاف ذات المصدر أن لاعب موناكو طالب بدعوته بصفة مباشرة للمنتخب الوطني الأول وعدم اللعب لصالح فئة أقل من 23 سنة، وهو الأمر الذي لم يفصل فيه جمال بلماضي لحد الساعة. جدير بذكر أن مغناش أكليوش شارك هذا الموسم في 6 مباريات رفقة ناديه موناكو الفرنسي، ويذكر أن التربص القادم للخضر سيكون في شهر مارس القادم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.